بدنا نروح حتى نتحدث أكثر عن توضيح حول قرار الحكومة بتسجيل جميع العقارات الحكومية باسم الخزينة، ومعنا على الاتصال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة عطوفة معين الصايغ. عطوفتك يعطيك العافية. الله يعافيك ويعطيك ألف عافية ربي. كل الاحترام والشكر لك سيدي. العفو سيدي واجبنا. بداية يعني اليوم أحد الأخبار أو أبرز الأخبار اليوم في على الساحة الوطنية الحديث عن قرار الحكومة بتسجيل جميع العقارات الحكومية باسم الخزينة، حابين نأخذ منك توضيح أكثر وتفسير أكثر لهذا القرار. تمام، الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. يا سيدي، بتعرف الدولة بتخصص أراضي خزينة لمختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية. نعطي مثال لغايات المدارس مثلا، بتطلب وزارة التربية والتعليم في مختلف المحافظات أحيانا قطع خزينة حتى ما تلجأ للاستملاك لغايات إنشاء مدارس. فالخزينة دورها من خلال اللجنة المركزية للأملاك الدولية ومجلس الوزراء أنها تخصص هذه القطع لهذه المشاريع. اللي كان يصير أنه عديد من القطع تخصصت بالسابق، سواء كانت لغايات عيادات، مستشفيات، مدارس، أي غاية خدمة عامة تتخصص وما يصير استخدامها من قبل الجهة اللي تخصصت لها، وفي عندنا حالات تزيد عن 10 سنوات لم يتم استغلال هذه القطع، وهذه القطع عبارة عن مخزون استراتيجي لأملاك الدولة موجود ومش قادرين نتصرف فيه بالطريقة خلينا نقول سلسة ونأمنه للجهات الأخرى اللي دامس الحاجة له. لهذا السبب إجا قرار مجلس الوزراء أعاد كل هاي القطع المخصصة لخزينة الدولة مباشرة، والخزينة الدولة بتأمن المؤسسات اللي عندها مبررات وحاجة ماسة فعلا لهاي القطع لغايات الخدمات المشتركة. أعطيك بعض الأرقام فقط. يعني إحنا بنحكي أكثر من 18,000 قطعة مخصصة للجهات الرسمية. نص هاي القطع سيدي، أكثر من 50% منها غير مستغل، ما زال قطع فارغة ما أقيمت عليه لا أبنية ولا أنشئت الغاية اللي من أجلها خصصنا هاي القطع. الأولى فيها مؤسسات أخرى بالدولة بحاجة لأنها تعمل مدارس، تعمل عيادات، بدل ما تلجأ للاستملاك وتكلف الخزينة مبالغ طائلة، لا، الأصل أنه أنا أدير هالمخزون هاي إدارة فعالة موجهة للأهداف فعلا للأهداف الحقيقية وأوفرها لهذه المؤسسات حتى تقدر تستغلها. وهذا كان يعني خلينا نقول الهدف الرئيسي من قرار مجلس الوزراء. طيب يعني عطوفتك الآن في بعض الأراضي أو بعض المنشآت مؤجرة من قبل الوزارات للانتفاع إن كان المستثمرين أو ما شابه، كيف راح يتم التعامل مع هذه الأمور؟ سيدي، أي عقار مستغل فعلا وخلينا نقول سواء كان مؤجر أو مستغل من قبل هيئة وشغالين خلينا نقول بجد وقت صدي لهذا لن يمس. إحنا عم نحكي عن، خلينا أعطيك مثال، واحدة من الوزارات على سبيل المثال أخلت مبنى لأحد مدرياتها بطلت بحاجة إله والمبنى مملوك للخزينة، ليش يظل مخصص لهذه الجهة وينحرم منه مؤسسة ثانية ممكن تستغله بطريقة أنجع وتوفر على الدولة خزينة؟ إحنا عن هذول الأبنية والعقارات والأراضي بنحكي. الأراضي اللي مش مستغلة بطريقة فعالة بطريقة تغطي خلينا نقول الهدف الأساسي اللي أنشأت من أجله، ترجع خزينة والخزينة بتأمنها لأي مؤسسة جاهزة. فإحنا ما بنحكي إنه بكرة راح نطلع مؤجرين أو مستأجرين، إحنا بنحكي فقط على الأراضي والعقارات الفارغة التي لم تستغل. نعم، حتى الأمور اللي راح تنتهي عقودها بالفترة، يعني خلينا نحكي بعام 2018-2019، راح يتم اختلاف العقود أم أنه راح تمشي على نفس المسار إذا كان المستثمر؟ العقود ما راح يختلف. الموضوع إذا جهة معينة بدهاش تجدد عقد خلينا نقول مثلا بدها ترحل، طبعا بدها ترجع لأصول الخزينة والخزينة بتوفره لجهة بحاجة. نعم، عطوفتك احنا بدنا نشكرك أكيد على مشاركتك اليوم في حلقتنا وحديثك بما يرتبط بقرار تحويل الحكومة بتسجيل جميع العقارات الحكومية باسم الخزينة. كل الشكر والاحترام لك.